ربنا اسمه الكريم، واحنا ليه بنعارض صفة من صفاته؟ الراجل البخيل ده تقول له تعالى نتغدى يقولك لا أنا صايم، طب ندخن يقولك التدخين ضار جدا بالصحة، تقول له طيب نعيش يقولك الحياة بقت مكلفة، تبقى عايز تقول له الموت للي زيك أحسن يا جدع. البخيل، ده شايفه فين انت؟ ده بقى دي عايز اقولك ان دي من ابشع الخصل، مش على انه ما بيبقاش بخل مادي بس، يعني بيبقى بخل مشاعر، وبيبقى بخل يعني ده ممكن بيعمل كوارث في تكوين. برضو هروح تاني لفكرة العائلات، انه لما يبقى اب بخيل في مشاعره على اولاده، بخيل في مشاعره على بيته، وبالتالي بخيل بقى في حاجات كثيرة جدا. ده بيعمل جحيم. يعني بخيل، لاني قلت بخيل، انا مثلا فاكر بخيل وانا في المسلسل طبعا برع يعني كان فيه حاجة في منتهى الاساس موليير بقى، الاساس والاساس موليير طبعا. خلاص يا ابني اديني الكبس تالك وربطتها لك اهو. شاي عوض. ايه ده كله؟ مش عشان احنا والولاد؟ انا مش قايلك اعملي كوبايتين، تعملي لي حفلة. يعني الولاد ما يشربوش؟ ويشربوا ليه يا ستي؟ عشان يذاكروا يا استاذ. انت بتذاكر ولا بتنيل؟ ثم انا مش فاهم بتربطوا الشاي ليه بالمذاكرة؟ ده شرب الشاي كتير ينشف الدم. احنا ناقصين نشفان دم اكتر من اللي احنا فيه. ازعل حبيبي، ازعل يا ابني يا ابني. يلا اسمح من معلش. بس يا ولد، بس هذا الرجل كان مثلا يسافر اوروبا خلاص، فيرجع جايب لنفسه لبس حلو قوي وشيك قوي وذوقه حلو، وجايب لابنه مثلا او لبنته او بتاع لبس تاني بذوق تاني بشكل تاني، ممكن يبقى مش واعي. ممكن انا ما ببقاش فاهم ده لو جاب غريبه دي، فبيبقى غريب قوي. طب ما انت عارف ان في حاجه اسمها، بس ده ما يبقاش بخيل، ده يبقى اناني او سيلف سنترد، يعني اناني معفن يعني. ده حقيقي واد معفن. يعني بيصرف على العيال نوع كده. ده بقى معصر. ده كمان عارفه فكره فعلا من الكون ذي النزهي دي، ده اللي بيحصل، بيولد كت تجداه يا مطرح فرحت. بعدين المنطق كمان يا تامر غريب، يعني انت بتحوش لايه؟ انا فاكره مش نمط واحد كتير الحقيقه، انه بواقي بعض البيوت الكبيرة زمان والبيت كبير والحاجة فيه بقيمتها، يعني البيت ده فيه أنتيك مصيبة سودة خلاص، والراجل ده منقي أوضة ربع متر قاعد فيها والحاجة دي ملكه، وأكيد الدواليب فيها فلوس أكلتها الفيران، وربع جبنه رومي ورغيفين مقلحين كده مقنعين، وده منطقه بيبقى ايه؟ بيحوش لايه؟ انا مش عارف. واضح ان فيها متعه، يعني واضح ان ليها متعه شخصيه عنده، ان هو يشوف يعني ما انا مش قادر افهم فعلا. طب انا ما استمتعش ليه؟ ولا متع اللي معايا ليه؟ يعني ايه المتعه في التكويش؟ ان الاوضه تتزحم والكراكيب تبقى كثيره يعني ومفيش حاجه تترمي، وبيجامة مقيحة مقرحة مقلبحة مفندحة كده، وبعدين يموت فتاكله الفيران برضو اللي هي كلت الفلوس بالظبط. يعني يتلاقى بعد فترة ما بيدخلش حد. انت عايز ايه يعني؟ انت عامل كده ليه؟ ومين اللي نصح وما سمعوش؟ وايه اللي يخليه يروح للسكة دي مثلا؟ ده كان غير بقى الرجل البخيل الطبيعي اللي هو هتتعشى ولا تنام خفيف وحاجات اللي هي التقليديه دي. لا بس انا دايما اللي بيعاشروا البخيل دول اكتر ناس بيصعبوا عليا بجد، يعني دول غلابه، عينه محروم وعنده، ما هو ده اللي غالب. ما هو لو ما عندوش مش بخيل يعني، دي قياد، لكن اللي عنده دي مؤلمه يعني. وبقول لك المشكله انها ما بتتجزأش، وفي المشاعر
احقر ألف مره لان بتوجع عن بني ادمين. تعالى نقول البخيل وانا و والله كان في زمان يلا مولير دي انا عاملاها انا ومحي اسماعيل وبكر عزت بس ما اعرفش بقى شريطها فين. عندك سمير ابو النيل. تحب افتكر لك ايه تاني؟ سمير الكاتب بيخلص اطلبني انت ضوي. عايز احكي لك حاجه مهمه. مش سامعك كويس. معلش اصل عدهالي اوعى في تريلات وفي الحمد لله نريح البطاريه سنه. كان جزء من سمات الشخصيه صلاح منصور في الزوجه الثانيه. ما هو كان بخيل. كان جميل ده. إيه انا بحب الراجل ده حب يا خبر اسمه على حلاوته. البيض قد بالغطار روح ليه مربط الفرس ان كان عيبان. فين الرؤوس والجناح؟ في الحال انا ما فيهاش. يا ندمتي سرعتهم مع صفه الرقبه فاطمه. هياكلهم ابو العيني وتبقى ليلة يا عمدي. تعالى ناخد بقى الشخصيات اللي النوع ده. اهو ده راجل شره في كل حاجه. انت عامل منه ده؟ انا عامل منه؟ لا ما عملتش من ده. لا الراجل الشره ده اللي هو ده للفلوس للستات للاكل لللغ وكان كل حاجه. حاجه كان في حاجه تانية يمكن في انف وثلاث عيون او حاجه مش فاكر. حد تاني برضه انف وثلاث عيون كان ايه؟ حمدي احمد. حمدي احمد متهيألي كده. كان في النوع ده. وفي النوع الانتهازي اللي خد بقى عندك توفيق الدقن في القاهره 30. يا جماله النمط ده بقى. يا جماله لان النمط ده موجود جدا وموجود بالذات في المناطق الفقيره اللي هو بياخد بنته يعني ان شاء الله ناقص يوزنها في الميزان وبالوقه ويقطع دراع مش عارف ايه ورجل كده. ما كتبتش انت منه ده بس لا تعالى نجيبه. لحم رخيص اعتقد فيه طبعا. قاهرة 30. قاهرة 30 في بشكل ما يعني انا فاكر عادل ادم في الراقصة والطبال بارت اوف اللي هو بيتاجر في الاهل في يعني بالظبط. كتير قوي اعتقد. شادية ويسرى كان اسمه ايه؟ لا تسالني من انا. تسالني من انا كانت حاجه كده. لا بس هي بعتها لضيق ذات اليد يعني. حاجه كده بس لا في من ده كتير في يعني افواه وارانب باين بشكل ما فريد شوقي فواه ارانب كان في كده. في ايه تاني؟ قلنا قد ايه الشخصيات دي حقيقيه طبعا. انا بستغرب على اما تبص ورا كده وتشوف الناس كانت تقول لا ما بيحصلش ده ما بيحصلش خالص لانك انت مش عامل ولا 2% من الواقع. لا والنموذج ده الحقيقه في الوسط بتاعنا لما تبقى مثلا البنت جايه من طبقه اجتماعيه قليله قوي وبتاع وما اعرفش ايه وتتميز في موهبه معينه فبيبقى الراجل ده موجود بشكل ما اللي هو ايه قاعد كده هو جاهز وخلاص بيضي يا بنتي انزلي بيضي ذهب وانا ببقى قاعد شكل يعني ما هو ما مش رخيص قوي بس ستيل في حاجه مش لازم مش اخلاقي على فكره هي بس انه ده نوع موجود برضو اللي هي واحد ينجح في عيله فالكل خلوا البيه خلاص ولو هو كان بينزل يعمل حاجه ما ينزلش بقى خلاص خلاص خلي البيه وخلي البيه وتلاقي الدنيا كلها تعيش في تزيط بقى على خلي البيه ده وانا فلان داخل مش عارف ايه بلا اصلا انا قريب فلان مش عارف عايز اعرف انا قريب فلان. وكان في توفيق في المتوحشه طبعا برضه راحوا وجابوه وانا فاكر حتى كان مشهد لما ادوهم الفلوس وقطعتهم ونزل لمها من على الارض نزل قال لها طالما النمر سليمه مش عارف ايه يا بنت سيب الفلوس سيب الفلوس مفيش فلوس عشان نجح ابعد انت والا هتخسرني يا بنت برضه هو انت ولا وراكي ولا قدامك ولا منك ايه بس الفلوس هكبر كده الفلوس قطعت مفيش مهم ما تزعليش نفسك ما جراش اي حاجه ابدا ادام النمر سليمه خلاص انت ما بتجنحش قوي لانك تعمل شخصيه غامقه قوي
ما بشوفش في شغلك. يعني ممكن ابقى حليل شويه بس آه. بس كمان بقى عندي طموح اعمل ده يعني حابب لان كمان دي ليها جاذبيه يعني ان شاء الله عندي فيلم. انا نفسي مستغرب انا ليه كتبت الفيلم ده لغايه دلوقتي خلصته المفروض يعني ان شاء الله نصوره بعد رمضان لما نخلص من هوجه المسلسلات اسمه اهل العيب المفروض ان شاء الله يسرى ومنى واخراج هادي الباجوري عن علاقه شائكه قوي بين امه وبنتها انا مش عارف انا فكرت فيها ليه ده كان مؤلم ليا نفسيا جدا وانا بكتبه انا نفسي لانه غريب عني يعني ما فيهوش سلام في حاجه اتنين وانا لسه بقول لك علاقتي بامي الامومه بالنسبه لي ليها معنى حلو يعني بمبي يعني بس هي علاقه مخربشه قوي قوي واضح ان ايدي كانت تقيله فيها يعني غشيم عارفه بس ليها طعم كده عايز ادوقه عايز اشوف هيبقى عامل ازاي